هلا الصعوبه بالروتيشن، الروتيشن اصعب من الهاي، لانه احنا اللي اشتغلنا عليه هو ترانزليشن، طلعنا الحركه اللي صارت في اكس واي وزد. الان بدي اطلع انا التغير اللي صار في تي. مشكلتي اذا قارنت تي الاولى بتي الثانيه ما مبين عندي واضح قديش اوميجا. مزبوط، طلع على تي 0 وطلع على تي بي 2، انا سميتها مش هيك؟ اذا طلعت على هذول الاثنين عندي في تغير حتى كلهم نفسهم. ولا تي بي 2 انا ما طلعتهاش، طلعتها لانه بقسمها على دي كيو، ما بتبينش معي بهاي التغير اللي بينهم. بس لما بطرح الاثنين من بعض، خليني اطرحهم الاثنين من بعض، تي بي 2 ماينس تي 0، هاي اعطاني، عشان هيك ما بينش معي هنا هاي الرقم اللي هون، اللي هو هذا. مزبوط، هاي الرقم اللي هون اللي هو هذا. بس اطلعنا على هدول رح نلاقي الارقام مش في تغير بين وين هون، بين وين وين تغير عندي هاي التغير هون، في عندي هون تغير صغير مش هيك، وهون تغير صغير. كيف بدي اربط الان هدول باوميجا؟ واضح، فاهمين السؤال؟ انا في عندي صار تغير في دي دلتا تي على دلتا كيو، اعطاني هاي هون، اشتقيتها، انا اشتقيت، يعني انا هون اللي طلعته هي تي دوت، بس انا بدي اطلع من تي دوت بدي اطلع اوميجا اكس اوميجا واي اوميجا زد. دكتور كمان في 10 قول سالب 5 قصدك هذا الرقم مش هيك؟ هذا الرقم هو بقول رقم صغير عشان هيك ما بينش يمكن لما تطلع هون، لما تطلع على القيم اللي هون، لانه كنا نقارن تي 0 بتي 1، هذا الرقم زي هذا الرقم مظبوط، وهذا الرقم زي هذا الرقم، وهذا الرقم زي هذا الرقم. بس هون هي عندي واضح التغير. هلا السؤال اللي بدنا نحله المره الجاي، كيف بدي اخذ هذا هاي المشتقه اللي هي مشتقه تي واطلع منها اوميجا؟ انا في عندي هون اورينتيشن، في تغير بالاورينتيشن صار، تغير بهدول الارقام. المره الجايه رح نشوف كيف نطلع هاي الماتريكس ونطلع وقتها، اذا عرفت اطلعها شو بقدر اطلع، اذا طلع معي معامل اوميجا او اثر كيو 1 على مين؟ على اوميجا اكس، وين بحطه؟ هون. واثر كيو 2 دوت على اوميجا اكس وين بحطه؟ لانه هاي وين راح تروح؟ هلا راح تنضرب هاي في هاي عشان تعطيني اوميجا اكس، والخامس بهاي راح يعطيني، حتى يعطيني اوميجا واي، والسادس بهاي حتى يعطيني